بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى مع فيديو جديد، دائما مع سلسلة صحيح تمارين الامتحانات الجهوية. في هذا التمرين إن شاء الله هو تمرين مقتبس من امتحان الجهوي ديال جهة الرباط القنيطرة سنة 2016. إذا التمرين ديالنا كيقول لنا في السؤال الأول حل النظمة التالية اللي هي عبارة عن معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين اللي هما إكس وإيكغيك. إذا المعادلة الأولى عبارة عن إكس زائد 2 إيكغيك تساوي 350، والمعادلة الثانية إكس ناقص إيكغيك تساوي 80. ثم السؤال الثاني اللي هو عبارة عن مسألة يشترى علي قميصين لهما نفس الثمن واحدة بما قدره 350 درهم. ثم السؤال ديالنا احسب ثمن القميص الواحد وثمن الحذاء إذا علمت أن ثمن الحذاء يزيد عن ثمن القميص الواحد بما قدره 80 درهما. إذا إذا كان أول مرة كتشاهد هذه القناة هذه، ما تنساش تشترك بالقناة وتبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك. ودائما النصيحة ديالي هي أنك تاخذ التمرين عندك وتخدمو، عاد من بعد ترجع وتشوف الحل واش كيوافق هذا الشيء اللي عندي هنا ولا لا. إذا نبداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي غنحاولوا نحلوا فيها النظمة، اللي هي نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين اللي هما إكس وإيكغيك. إذا أول حاجة ملي كنبغي نحل واحد النظمة هنا عندي ثلاثة ديال الطرق. الطريقة الأولى عندي باستعمال طريقة التعويض، ثم باستعمال طريقة التأليف الخطية، أو باستعمال ميبيان، صافي؟ لكن هنا بطبيعة الحال غادي نحاولوا نحلوا هذه النظمة هذه باستعمال أحد الطرق أو الطريقتين الأولى أو الثانية، يعني إما باستعمال طريقة التعويض أو باستعمال طريقة التأليف الخطية. إذا هنا ملي كنقولوا طريقة ديال التعويض شنو هي؟ شنو كنعني بطريقة التعويض؟ هي أننا كنكتبوا واحد المجهول بدرجة الآخر من إحدى المعادلتين ثم نعوضه في المعادلة الثانية، يعني إما نكتب إكس بدلالة إيكغيك إما في المعادلة واحد في المعادلة الثانية ونعوضه في المعادلة الثانية. يعني إلا كتبنا إكس بدلالة إيكغيك في المعادلة الأولى، فين غادي نعوض إكس؟ غنعوضه في المعادلة الثانية. والعكس، إلا كتبنا إيكغيك بدلالة إكس في المعادلة الأولى غنعوضه في المعادلة الثانية. إذا حنا غادي نديرو هاد جوج طرق هذه، إما غنديرو الطريقة الأولى اللي هي طريقة التعويض، ونديرو الطريقة الثانية اللي هي طريقة التأليف الخطية، صافي؟ ونبداو على بركة الله مع الطريقة الأولى اللي هي طريقة التعويض. طريقة التعويض، نتوما بطبيعة الحال ما مطلوبش منكم ديرو جوج طرق، حنا غنديرو هنا جوج طرق باش تفهمو الطريقتين بجوج، صافي؟ وفي كلتا الطريقتين خاصكم تلقاو نفس النتيجة. إذا عندي هنايا إكس زائد جوج إيكغيك تساوي 350، وعندي هنا إكس ناقص إيكغيك تساوي 80، صافي؟ إذا هنا طريقة ديال التعويض، يعني خصني نعوض إكس بدلالة إيكغيك مثلا في المعادلة الأولى أو في المعادلة الثانية. شوفوا معايا بسيط، نكتب إيكغيك أو إكس بدلالة إيكغيك في المعادلة الثانية، هذه هي المعادلة الأولى وهذه هي المعادلة الثانية. إذا هنايا أش غيولي عندي؟ الأولى غنحتفظ بها، ما غاديش نوصلها، غتولي إكس زائد جوج إيكغيك تساوي 350، مزيان. وهنا هاد ناقص إيكغيك غنحولها للطرف الثاني، غتولي ماذا؟ إكس تساوي، ملي غنحول ناقص إيكغيك غتولي هنا إيكغيك، ثم زائد 80. من بعد ملي كتبنا إكس بدلالة إيكغيك في المعادلة الثانية، نعوضه في المعادلة واحد. إذا هنايا أش غيولي عندي؟ هاد إكس هادي ما غاديش نعاود نكتب إكس، غنعوض هذاك الشيء اللي لقيت في المعادلة الثانية. أشنو لقيت في المعادلة الثانية؟ لقيت إيكغيك زائد 80، هذه هي إكس، صافي؟ إذا هاد إكس هادي عوضتها بإيكغيك زائد 80 زائد هاد جوج إيكغيك هادي، مزيان؟ تساوي 350، صافي؟ إذا هنا دائما غتولي عندي الثانية هي إيكغيك زائد 80 راه هي إكس. بعد ذلك نحصل عندي في المعادلة الأولى حصلت على ماذا؟ حصلت على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، شنو هو المجهول فيها؟ راه هو إيكغيك، صافي؟ إذا أش غيولي عندي؟ إيكغيك زائد، ما عليا إلا نجمع الحدود المتشابهة، زائد جوج إيكغيك تساوي 350، وهاد 80 غنحولها للطرف الثاني، ملي غنحولها غتولي ناقص 80، مزيان؟ ثم بعد ذلك إكس من طبيعة الحال تساوي إيكغيك زائد 80. مزيان. بعد ذلك إكس أو إيكغيك زائد 2 إيكغيك تعطينا 3 إيكغيك تساوي هنا 350 ناقص 80 كتعطينا 270، صافي؟ إذا هنا إكس دائما تساوي إيكغيك زائد 80. بعد ذلك نقوم بالحصول أو نحصل أولا على إيكغيك تساوي ماذا؟ 270
على غنقسم هنا على هاد ثلاثة هادي، و270 مقسومة على ثلاثة راه كتعطينا 90. من بعد ملي لقينا إيكغيك غنرجع لهنا غنكتب ماذا؟ إكس تساوي أشنا هي إيكغيك؟ إيكغيك راه هي 90، إذا هنا تعطينا 90 زائد 80، و90 زائد 80 تعطينا بطبيعة الحال 170. إذا هنايا حصلت على إكس تساوي 170 وحصلت على إيكغيك تساوي 90. إذا شنو غنقول هنا؟ حل هذه النظمة هو الزوج ماذا؟ إذا هنا إكس كيساوي 170 و إيكغيك كيساوي 90، صافي؟ إذا هنا باستعمال الطريقة ديال التعويض نشوفوا الطريقة الثانية اللي هي غنحاولوا نستعملوا فيها الطريقة التأليفة الخطية. يلا إذا في الطريقة الثانية غادي نحاولوا نحلوا هذه النظمة باستعمال طريقة التأليفة الخطية. أول حاجة خصنا نعرف شنو هي طريقة التأليفة الخطية. طريقة التأليفة الخطية شنو كتقول؟ باش نحسبوا واحد المجهول خاصني نتخلص من المجهول الثاني، وباش نتخلصوا من طبيعة الحال من واحد المجهول كنشوف هنايا كنضرب في واحد العددين باش يكونوا نحصلوا على عددين متقابلين بالنسبة للمجهول الآخر. مثلا إلا بغيت نتخلص من إكس كنجي لهاد الأعداد المعاملات اللي حدا إيكغيك، عندي هنا 2 وعندي هنا 1، إذا هنا عندي زائد ناقص، إذا هنا غنضرب في واحد العدد الموجب وهنا في واحد العدد الموجب، 2 و 1 كنشوف المضاعف المشترك الأصغر بين 2 و 1 راه هو 2، صافي؟ إذا فاش غنضرب المعادلة الأولى؟ غنضربها في 1، والمعادلة الثانية غنضربها في 2، هذا إلا بغيت نتخلص من مثلا من ماذا؟ من إيكغيك باش نحسب إكس، أو لا إلا بغيت نتخلص من إكس عندي هنا 1 وهنا عندي 1، 1 و 1، إذا هنا كاين عندي واحد القاسم المشترك، لكن هنا عندي 1 و 1. إلا جمعنا إكس مع إكس تعطينا جوج إكس، إذا ضروري خصني نضرب الأولى في ناقص 1 والثانية نحتفظ بها، أو لا العكس، نضرب الأولى في 1 والثانية في ناقص 1. إذا هنا عندي الإختيار، إذا هنا غناخد المعادلة ديالي الأولى هي إكس زائد جوج إيكغيك تساوي 350، هادي غنسميها 1، والثانية إكس ناقص 2 أو ناقص عفوا إيكغيك تساوي 80. إذا شنو غنكتب هنا؟ نضرب، هادي غنسميها جوج، نضرب طرفي المعادلة 2 في 2 فنحصل الأولى ما غاديش نوصلها، فنحصل على ماذا؟ على هنا الهدف ديالي هو تحديد قيمة إكس، إذا نحصل على ماذا؟ إكس زائد جوج إيكغيك تساوي 350، والثانية نضربها في 2، ملي غنضرب في 2 إكس في 2 تعطينا 2 إكس، ثم إكس في أو 2 في ناقص إيكغيك تعطينا ناقص 2 إيكغيك تساوي من طبيعة الحال 80 في جوج راه هي كتعطينا 160، كلشي كنضربو في جوج، هنا كلشي غنضربو في جوج، صافي؟ إذا ملي غادي نضرب هادي في جوج وهادي في واحد، أشنو كنكتب هنا؟ نجمع طرفي المعادلتين أو المعادلتين المحصل عليهما طرف بطرف. ما معنى هذا؟ غنجمع إكس زائد جوج إيكغيك، هذا الطرف الأول، الطرف الأول غنجمعو مع الطرف الأول ديال المعادلة الثانية اللي هو جوج إكس زائد ناقص جوج إيكغيك تساوي 350، ثم زائد ماذا؟ 160، صافي؟ بعد ذلك إذا هنا جوج إيكغيك مع ناقص جوج إيكغيك أش غيبقى عندي؟ غتبقى عندي إكس زائد جوج إكس تساوي هنا 350 زائد 160 راه كتعطينا 510، صافي؟ إذا هنا غنجمع إكس مع جوج إكس تعطينا 3 إكس تساوي بطبيعة الحال 510، صافي؟ إذا إكس تساوي بطبيعة الحال 510 على 3، وبطبيعة الحال 510 مقسومة على 3، 5 مقسومة على 3 فيها 1 بقى جوج، غنزل بواحد، 21 مقسومة على 3 هي 7، إذا هنا 170. إذا فعلا كما لقينا في الطريقة الأولى اللي هي لقينا فيها إكس كتساوي 170، هنا إذا لقيت إكس تساوي 170 اش بقى ليا؟ تحديد إيكغيك، تحديد إيكغيك، وباش تلقى إيكغيك غتاخد واحد المعادلة، صافي؟ غتاخد واحد المعادلة، إما تاخد المعادلة الأولى أولا المعادلة الثانية وتعوض، راك لقيتي إكس، صافي؟ إذا هاد إكس مثلا نأخذ إكس ناقص إيكغيك تساوي 80. من بعد ملي غتاخد هاد المعادلة هادي اش غيولي عندك؟ إكس راه لقيتيها هي 170 ناقص إيكغيك تساوي 80،
صافي. بعد ذلك غنحل هذه المعادله، غنحول ناقص y هنا وغنحول 80 هنا، غتولي عندي 170 ناقص 80 تساوي ناقص y، الى حولتها هنا غتولي y، ومطابقة الحال 170 ناقص 80 كتعطينا 90، اذا هنا 90 تساوي y، اذا فعلا حصلت على y هي ايضا تساوي 90. اذا هنا مطابقة الحال شنو غنقول؟ حل هذه النظمة، اذا حل هذه النظمة هو الزوج مطابقة الحالة. شنو لقيت في x؟ لقيت 170، وشنو لقيت في y؟ لقينا 90، وهذا هو السؤال ديالنا. إذا كما كتلاحظوا عملنا هذه النظمة هذه بطريقتين، إذا الطريقة الأولى استعمل الطريقة ديال التعويض، والطريقة الثانية استعمل طريقة التأليفة الخطية، لكن أنتم بطبيعة الحال كتحتاجوا غير طريقة واحدة، ماشي بالضرورة أنكم ديروهم جوج، لأن قال لك هنا حل النظمة التالية. إذا هنا لك الاختيار إما باستعمال طريقة التعويض أو باستعمال طريقة التأليفة الخطية، وغنمروا للمسألة ديالنا. إذا هنا فيما يخص المسألة قالوا لنا هنايا اشترى علي قميصين لهما نفس الثمن وحدة بما قدره 350 درهم، واحسب ثمن القميص الواحد وثمن الحذاء إذا علمت أن ثمن الحذاء يزيد عن ثمن القميص بمبلغ ماذا؟ بمبلغ أو بما قدره 80 درهما. إذا هنا أول حاجة باش نحلوا واحد المسألة كنقرأ المسألة ديالنا، حنا قريناها مزيان، ثم بعد ذلك كنختاروا المجهول. إذا اختيار أول حاجة اختيار المجهول المناسب. شوفوا معايا، الى رديتوا البال عندي هنا 350 وعندي هنا 80، فين عندي هاد 350 وعندي 80؟ كنظن انكم غتوصلوا لهذا السؤال، لان 350 عندي هنا وعندي 80 هنا. اذا شنو غتلاحظ؟ اول حاجه ملي كنعطيك بحال هاد التمارين هادو، عندك 350 و 80، اذا راه كاينه واحد العلاقه بين السؤال الثاني والسؤال الاول. السؤال الاول شنو عطاك؟ عطاك x زائد 2 y تساوي 350، وعطاك x ناقص y تساوي 80. اذا راه كاينه واحد العلاقه بين السؤال الاول والسؤال الثاني، فقط انطلاقا من هذه المعطيات 350 هي و80 هنا. اذا هنا خصني نفكر ونستخدم الدماغ ديالي انه كاين واحد العلاقه بين السؤال الاول والسؤال الثاني. اذا شنو غندير في اختيار المجهول؟ ليكون ماذا؟ ليكون اكس هو 8. هو 8 ماذا؟ هو 8. اذا هنا قال لك هنا اشتري علي قميصين، اذا قميصين يعني جوج فيه. اذا هنايا اشنو غنوضع؟ اكس هو 8 ماذا؟ اشنو غنختار؟ واش القميص ولا الحذاء؟ من طبيعة الحال عندي اكس هو 8 غنوضعه هو 8 الحذاء، وغنوضع ايكغيك هو 8 من طبيعة الحال القميص الواحد. يعني هنا خصني نتابع القميص الواحد، صافي؟ عفوا، إذا غنمسح هادي. علاش هنايا وضعت إكس هو ثمن الحذاء؟ لأن عندي حذاء واحد، وهنا وضعت هنايا إكريك هو ثمن القميص، لأن عندي هنا جوج إكريك. علاش اخترت هاد المعطيات هادو؟ باش نحتفظ بالمعادلة أو بالنظمة الأولى، صافي؟ يعني نستغل السؤال الأول. هنا رد البال، لان ممكن توضع نتايا اكس هو ثمن القميص، وهنا ايكغي غتوضعو هو ثمن الحذاء. اذا ملي غدير هاد المعطيات هادو راه اش غيولي عندك هنايا؟ غتولي عندك هنا ماذا؟ اكس هو ثمن القميص، اذا جوج اكس زائد ايكغي تساوي 350. اذا هنا ما غاديش غتستغل هاد السؤال هذا، ولكن خصك ترد البال، لان القيمه اللي لقيتي نتايا في اكس في السؤال الاول راه ما غاديش يكون هو ثمن القميص، غيكون هو ثمن الحذاء الى اخره والعكس، صافي. اذا شنو نوضع هنا؟ ليكون اكس هو ثمن الحذاء ويكريك هو ثمن القميص. ثم صياغه النظمه اللي غندير ثانيا، صياغه النظمه من طبيعه الحال شنو خدا؟ خدا في المساله قميصين، يعني خدا جوج ايكري، ثم حذاء لهما نفس الثمن وحذاء، إذا هنا خدا حذاء يعني خدا إكس، ثم خدا قميصين وكل قميص ثمنه إكريك، قميصين يعني جوج وكل قميص ثمنه إكريك، إذا جوج إكريك. هادو شنو باش خداهم؟ خدا واحد الحذاء إذا الثمن ديالو هو إكس، وخدا قميصين وثمن كل قميص هو إكريك، إذا جوج إكريك. هادو باش خداهم؟ خداهم ب 350، وقال لك هنايا
احسب تم القميص الواحد وتم الحذاء اذا علمت ان تم الحذاء يزيد. اذا الثمن ديال الحذاء راه هو اكس، كيساوي ماذا؟ الثمن ديال القميص ونزيد عليه ماذا؟ ونزيد عليه 80. صافي. بعد ذلك شوفوا معايا شنو غندير هنا. غندير واحد المرحله. شنو هي هذه المرحله؟ هذه اكس زائد جوج غريك تساوي 350. وهنا هذه غريك غنحولها هنا. ملي غنحولها هنا اش غتولي؟ غتولي اكس ناقص غريك تساوي 8. وهذا بطبيعه الحال هذا المعطى هذا اللي حصلت عليه هنا راه هو السؤال رقم واحد. هذا هو السؤال واحد. في هذا السؤال هذا اشنو لقيت؟ اذا هنا حل النظمه. ثم ندير حل النظمه. حل النظمة بطبيعة الحال باش نحل هاد النظمة هادي شنو هي النظمة؟ إكس زائد جوج إكغي تساوي 350، وعندي إكس ناقص إكغي تساوي 80. مغاديش نحل هاد النظمة، غنستغل السؤال السابق. أشنو غنقول هنا؟ حسب السؤال الأول لدينا إكس، شحال لقيناها؟ إكس إذا تذكرتوا معنا إكس راه لقيناها هي 170، ومن طبيعة الحال إكغيك وإكغيك راه هي لقيناها هي 90. إذا هنايا لقينا بأن إكس تساوي 170، ولقينا بأن إكغيك تساوي 90. إذا ما عليا إلا التأكد من الحل. من طبيعة الحال غادي نجي هنايا، شوفوا معايا عندي 170 راه هي 90 زائد 80. إذا هنا بطبيعة الحال ثمن الحذاء يفوق ثمن القميص ب 80. ثم عندي هنايا 170 لزنا ليها 92 كتعطينا 170 زائد 180، و 170 زائد 180 كتعطينا 350. إذا بطبيعة الحال النظمة ديالنا أو الحلول ديالنا صحاح. إذا ما عليا إلا نأول النتيجة. إذا خامسا تأويل النتيجة. وباش نأول النتيجة شنو غنقول؟ تمن الحذاء هو ماذا؟ هو شنو وضعتو؟ اشنو وضعت تمن الحذاء؟ وضعت تمن الحذاء هو إكس. وشحال لقينا في إكس؟ 170. إذا تمن الحذاء هو 170 درهم. ثم تمن القميص الواحد هو بطبيعة الحال إكغيك، وإكغيك لقيناها هي 90 درهم. إذا هنايا بطبيعة الحال كما كتلاحظوا استغلينا السؤال الأول باش نحلوا هذه المسألة هذه. إذا وصلنا إلى نهاية ديال التمرين ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ودائما ما تنساوش تشتركوا بالقناة وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. وإلا عندكم أي تساؤلات وضعوهم في التعليقات. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.